بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم. بداية أحب أشكر الضيوف الكرام الذين لم يتوانوا حقيقة عن قبول هذه الدعوة، وذلك استشعارا منهم مسؤوليتهم تجاه أبناء الوطن والطلاب والمجتمع بشكل عام. يا أهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح، كبير مستشاري وزير المالية، رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، وكذلك سعادة الدكتور أحمد بن عبد الله مغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأخيرا وليس آخرا سعادة الدكتور سالم بن علي الغامدي، المستشار ومدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في الديوان العام للمحاسبة. ونرحب بالحضور الكرام، والحمد لله يعني من رأى عدد التسجيل يعني يشكر الله أن التعب لم يذهب هدرا، وأن هذا الموضوع كان ذا أهمية كبيرة جدا، فشكرا لكل الحضور. وكذلك أحب أشكر الزملاء في قسم المحاسبة على دعمهم ومساندتهم وعملهم الدؤوب في لإنجاح مثل هذه المبادرات، وهذا دور قسم المحاسبة ودور الجامعة في خدمة المجتمع. وكذلك أحب أشكر ولو أخذت من وقتكم عميد الكلية الدكتور منصور بن صالح البراك، الذي يعني العامي ما قصر، الكبير ولا الصغير، وكذلك إدارة الجامعة على تشجيعهم وتيسيرهم ودعمهم لمثل هذه الأنشطة. فأهلا وسهلا بكم جميعا. بداية لو نطلب من الأخوة، وأوصيكم وأوصي نفسي بأن يعني إذا انتهى الدور من الحديث يغلق الميكروفون، وذلك لجودة الصوت، فإن شاء الله أننا متفقين على هذه. الحمد لله رب العالمين، وجدنا تجاوبا كبيرا من المجتمع لهذا الموضوع، وهو مهم جدا، وهي حقيقة ليست نقلة نوعية وحسب، بل هي تغيير جذري في النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية، وهو يتماشى مع الرؤية الحكيمة والطموحة. وحقيقة جاءتنا بعض الاستفسارات وعلامات الاستفهام عن الشطر الأول من العنوان، وهو غياب المحاسبة في القطاع الحكومي، وكان التساؤل كيف أن المحاسبة في القطاع الحكومي غائبة وهي موجودة، فماذا تفعل الإدارات المحاسبية والمالية في القطاعات الحكومية؟ والإجابة لهذا السؤال حقيقة هو شغفي وحبي لهذا الموضوع حقيقة، لأن كانت رسالة الدكتوراه الخاصة بي عن المحاسبة الحكومية، فبدأت عن البحث في محاسبة التكاليف في أحد الجهات الحكومية. وحقيقة عندما ذهبت لجمع بعض المعلومات وجدت نوع من التناقض، فهناك معلومات محاسبة التكاليف في تلك الجهة الحكومية، إلا أن تلك المعلومات قد تكون فيها نوع من الريبة أو الشك أو أنها مبهمة، فكانت معلومات لا تعطي أي معلومة، لا تعطي أي نتيجة، وفي بعض الأحيان قد تكون لا تستخدم. من هنا تغير الفكر وتغير البحث بعد سنة كاملة إلى أن المحاسبة قد تكون موجودة فعليا، لكن استخدامات المحاسبة غير موجودة. فقد تكون جهة حكومية عندها نظام محاسبي، ولكن هذا النظام قد يكون لا ينتج المعلومات، فبالتالي هذا النظام قد يكون نظام عقيم، أو أنه ينتج معلومات لكن هذه المعلومات غير مناسبة لمتخذ القرار.
لذا وجدنا بحوث، طبعا هذه حالة موجودة في كل دول العالم، وهي حالة غياب المحاسبة الحسية إن صح التعبير. فهي النظام المحاسبي موجود لكنه لا يستخدم، فبالتالي هنا المحاسبة غائبة بالمنشأة أو بالجهة كدور كأداء. فلذا جاء التساؤل، وكان تكملة البحث هو عن غياب المحاسبة من ناحية الأداء، من ناحية الأثر. ولا شك ولا ضير أنها المحاسبة الحكومية يعني كانت تواجه، وهي حالة على مستوى العالم ليست فقط في المملكة، أنها تعاني من قصور وقلة في الاستخدام وثبور في الأثر. فالمطلع على حال نظام المحاسبة هو قد يكون ليس بنظام وليس بلائحة في المملكة العربية السعودية، ومجرد قد تكون تعليمات من هنا وهناك استحدثت في الأربعينات أو الخمسينات من القرن الماضي، ولا زال العمل بها حتى أتى هذا العصر وهذا الوقت التي تنتقل فيه المملكة من نظام المحاسبة الحكومي إلى نظام المحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. فبداية لو أبدأ مع الدكتور سالم بن علي الغامدي، وسيعذرني الزملاء الكرام بأن الوقت ضيق حقيقة، فأستأذنكم أن سأقاطعكم إن وجدنا هناك ضيقا بالوقت. فسؤالي للدكتور سالم الغامدي، انطلاقا من دور الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على الجهات العامة بشقيها المستندي والأدائي، كيف تنظرون إلى نظام المحاسبة الحكومي المعمول به حاليا؟ ثم هل يتواكب مع هذا النظام مع التطور الإداري في المملكة ومتطلبات المرحلة الحالية وفق الرؤية كالعمل على كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق؟ طيب الصوت واضح إن شاء الله دكتور خالد. نعم واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة أوجه لك الشكر دكتور خالد وإلى الجامعة الأردنية وعلى رأسهم عميد الكلية، وأيضا أتشرف بحضوري مع الأستاذ عبد العزيز بريح والدكتور أحمد المغامس. أيضا أرحب بالأخوة اللي يسمعون الآن. طبعا ما في شك أنه هناك غياب كبير لمهنة المحاسبة الحكومية، وأنا ما ودي أقول غياب، ولكن نقول أن المحاسبة الحكومية لا يعني ما عادت تواكب التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات. اللي قاعد يحدث الآن في المحاسبة الحكومية هو عبارة عن ريكوردينج، تمام، للترانزيكشن يعني تسجيل عمليات، أوكي، وحساب وتبويب للمصروفات والإيرادات وحسابات الأمانات والعهد وإلى حتى الحساب الختامي الآن اللي تنتج الجهات الحكومية هو عبارة عن تجميع للبيانات والمعلومات. نجد أنه في الحساب الختامي الحكومي تجد إضبارات، أوامر دفع، أوامر اعتماد صرف، حساب كشف التوازن. لا يوجد معايير تستطيع أنك حتى يعني لا تستطيع أن تقارن ما بين التقارير المالية بين الجهات الحكومية. كل واحد يسوي تقرير مفصل يمكن من عدة صفحات، لا يستطيع أحد ممكن بسهولة أن يقرأ أو يحتاج إلى وقت. فبالتالي إحنا عندنا input وoutput وبس، ما عندنا result. فبالتالي ما في أحد يستطيع أن يترجم هذه المعلومات المالية. طبعا إحنا نلاحظ أنه الباحثين غائبين عن المحاسبة الحكومية. السبب فيش؟
يعني نادر ما تجد أبحاث في المحاسبة الحكومية. السبب أنه يكمن في عدم وجود معلومات. أنا الآن يعني كل أعضاء التدريس مثلا الأكاديميين والباحثين في مجالات المحاسبة يركزون على المحاسبة في البرايفت سيكتور، لكن في الحكومي ما في. ليش؟ لأنه ما في معلومات أنا استند عليها أقدر أحللها. يعني إحنا ما عندنا في المحاسبة الحكومية إلا يا انترفيو أو كوستينير، وهذه ما عاد تخدم البحث العلمي بالشكل المطلوب. طبعا اكيد الديوان العام للمحاسبه يواجه مشكله كبيره ومعضله كبيره. يعني انت لما تيجي كمكتب محاسبه ومراجعه يطلع التقرير حقه، يعني يكتب انه احنا اطلعنا على القوائم الماليه وجدنا انها تظهر بعادل، يستطيع ان يبدي من نقاط معينه من بنود معينه لبدء مراجعه الحسابات. طبعا اكيد الديوان العام للمحاسبه يواجه مشكله في مراجعه الحسابات. مع التحول الجديد أنا واثق جدا أن المراجعة المالية يعني سوف تتطور تطور كبير جدا، وبالذات في ديوان المحاسبة. طبعا حتى الجهات الحكومية الآن في الأمور المالية لا يمكن أن يستخدموا أساسيات الإدارة اللي هو التخطيط والتنظيم والتوجيه للكفاءة أو إدارة الموارد الاقتصادية. أيضا عندنا يعني الآن مثلا قامت وزارة المالية مشكورة في تبويب الحسابات الحكومية إلى إيرادات ومصروفات وأصول وخصوم، وهذا طبعا بداية جدا ممتازة بسبب التحول. يعني الآن أصبح عندنا الإيرادات تحت بنود كثيرة، المصروفات تحت بنود كثيرة، أصول وخصوم. طيب تقريبا عذرا مقاطعة، نبي نجي يعني المكتسبات اللي بتيجي من النظام الجديد بإذن الله لاحقة. ودي لو أتحول مع الأستاذ عبد العزيز الخريح، يشير الإطار المفاهيمي لوضع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام إلى أن الغاية الرئيسية للبيانات المالية هي إعطاء معلومات للمستخدمين لأغراض المساءلة، وكذلك كمدخلات لغرض اتخاذ القرارات. في المملكة العربية السعودية ما هي أسباب التغيير الكبير من نظام المحاسبة الحكومي الحالي إلى هذه المعايير الدولية؟ هل هي بسبب مواكبة دول العالم كمتطلبات هيئات عالمية مثل البنك الدولي، أم أن هناك فعلا حاجة داخلية لتطوير الأداء؟ ولماذا انتظرنا كل هذه المدة حتى يتم تطوير نظام المحاسبة الحكومي؟ شكرا جزيلا دكتور خالد، وشكرا على المقدمة في هذا اللقاء. أعتقد مثل هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الحقيقة من اللقاءات التي تمت سابقا، وأهيب الحقيقة بالجامعات الأخرى كذلك أن تسعى إلى خلق منصة حوار شبيهة باللي حنا فيها الآن، لأننا نحتاج كذلك في وزارة المالية حقيقة. وحنا نشكركم على هذا ترتيب اللقاء هذا لأنه يساعدنا كثيرا في رفع مستوى الوعي عن المحاسبة الحكومية كما هي قائمة الآن، وكذلك ما نحن بصدد إن شاء الله الانتقال إليه والتحول لأساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية. وبحكم الحقيقة أننا في حضرة مستمعين أو مشاهدين مختلفي المعرفة فيما يتعلق بالتحول الاستحقاق من طلاب وطالبات وأساتذة ومحللين، لعلنا بس نبسط بعض المفاهيم لكي لا تتحول هذه الحلقة إلى أو هذه الجلسة إلى صياغة فنية قد لا تكون مناسبة في هذا المقام. أنا لكي أشارككم جوابي تحديدا على سؤالك دكتور خالد أقسم الموضوع إلى جزئين. الأول يتعلق بالسؤال الكبير أنا أعتبره جدا، هو لماذا تختار الحكومة، حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية، الانتقال من أساس النقدي، وعلى فكرة الأساس النقدي وضعه المشرع بشكل محدد في النظام الأساسي للحكم على أن هو الأساس في إعداد الميزانية وكافة البيانات. وطبعا وزارة المالية يعني شرعت في الإفصاح مثل ما قال
زميلي الأخ سالم الإفصاح الربعي عن أداء الميزانية منذ عدة سنوات، ولكن لماذا تتحمل الحكومة عناء التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق؟ الأساس النقدي لا زال معمول فيه كأساس للتسجيل في السجلات المحاسبية ومعترف فيه، ولا يوجد حقيقة، بس استجابة لسؤالك دكتور خالد، لا يوجد إلزام في التحول للاستحقاق. هذا قرار سيادي وقرار الحقيقة انبعث من حاجة المملكة في تحقيق الرؤية 2030 سواء في أبعادها المالية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية. فكان لابد من إيجاد ممكن لكي تمكن الحكومة والمتعاملين معها، وأقصد بالمتعاملين معها سواء مواطنين أو كذلك قطاع خاص أو هيئات دولية أو مستثمرين في السندات التي تصدرها الحكومة، كان لابد من إيجاد وسيلة أعتقد ذكرها أخوي سالم في معرض حديثه عن السؤال السابق، وسيلة مناسبة ومتسقة للمقارنة. يعني اليوم كما ذكر سابقا وكما هو معروف الأساس النقدي الحقيقة هو يحقق المحاسبة، ولكن ليست المحاسبة بشقيها الفني والمساءلة كذلك، لا يحقق المساءلة الكفى، لأن البيانات يعتمد الحقيقة إنتاجها كقوائم مالية أو بيانات مالية عموما إلى ما تنتهي إليه العام من حيث الدفع أو التحصيل. لكن الحدث الرئيسي للعملية المالية اللي يتحقق حسب السياسات المحاسبية المرتبطة بوقوع الحدث وليس الدفع أو التحصيل، هذا لا يمكن أن يتم ضمن الأساس النقدي. فلك أن تتخيل في ظل هذه الرؤية 2030 بكافة جوانبها لكن تحديدا المالي والاقتصادي، لو لم نتحول أو لو لم نسعى للتحول إلى أساس الاستحقاق لا نتمكن الحقيقة، لن نتمكن من قياس الأداء الفعلي والحقيقي لمستهدفات ومخرجات الرؤية 2030 في جانبها المالي وجانبها الاقتصادي. هذا جانب. الجانب الآخر وهو مهم، يوجد فجوة اليوم بين القطاع الخاص في استخدامه لأساس الاستحقاق واستمرار الحكومة منذ أمد على الأساس النقدي. ففي نفس الاقتصاد يعني هناك كتلتين كليهما مهمة، الإنفاق الحكومي والتحصيل الحكومي للإيرادات يظهر على أساس النقدي، بينما القطاع الخاص قراءتنا للمشهد في القطاع الخاص كله مبني على أساس الاستحقاق. فالمقارنة بين الاثنين فيها شيء من عدم المواءمة، وبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار الحقيقة بالتحول الاستحقاق، وأعتقد هذا من أهم الممكنات فيما يتعلق بقدرتنا على الحقيقة إنتاج بيانات مالية متسقة صحيحة كاملة وموثوقة إن شاء الله. جزاكم الله خير. وعندنا سؤال يعني ودنا لو نختصر قليلا، ما هي الأهداف المرجوة والمكتسبات المنتظرة من خلال تطبيق هذه المعايير؟ نبغى كرؤوس أقلام أو كأهداف رئيسية من معاليكم. ممتاز. هو طبعا تطرق إليها بصفة عامة فيما يتعلق بالقدرة، لكن أهم الحقيقة يعني أنا أود أن أؤكد في هذا اللقاء وما سبق أن يعني تحدثت فيه في منتديات سابقة، لابد أن ننظر للتحول للاستحقاق أنه الحقيقة ليس هدفا في ذاته، ولا ننظر إلى الجانب الفني منه. القدرة على التحول للاستحقاق موجودة والإرادة موجودة، لكن الحقيقة الحاجة لنا في التحول للاستحقاق هو تحقيق مجموعة فوائد سأذكر بعضا منها. إذا أكملنا إن شاء الله برنامجنا خلال المدة القادمة في التحول الاستحقاق، وفقط للتوضيح الحمد لله بدينا نجني ثمار هذا التحول، وإن كان صار لي فرصة لاحقا في هذا اللقاء أعطيت بعض جوانب هذا الإنجاز للمستمعين، ولكن أعتقد من أهم الفوائد قدرتنا الحقيقة على قياس الأداء.
يعني اليوم احنا نعم نفصح عن أداء الميزانية كما لو أنها أمر مسلم به من حيث مجموع الإنفاق وكذلك الإيرادات المحصلة والإنفاق طبعا المدفوع. ساعدتنا كثيرا منصة اعتماد، لمن لا يعرف ما هي منصة اعتماد، هي قناة تربط بين وزارة المالية بحكم مسؤوليتها عن الميزانية وبحكم مسؤوليتها عن الدفع والجهات الحكومية. ساعدت الحقيقة منصة اعتماد لإعطائنا صورة أولية، وهذا جانب حققناه فيما يتعلق بالتحول لاستحقاق، بحيث نعرف المطالبات جملة أوامر الصرف وجملة أوامر الدفع حتى لو لم تخصم بعد من جاري الحكومة. طبعا الخصم من جاري الحكومة هو ما يجعل الحدث المالي أصبح مصروف. الآن بالنسبة للتحول والاستحقاق، والجميع يعرف فنيا ما هو المقصود فيه، لا ننتظر حتى ندفع أو نسدد الاستحقاقات للمورد المقاول، وإنما تسجل في وقت نشوء الحدث، عندما يتم التوريد أو يتم الإنجاز أو يتم تقديم الخدمة أو يستحق الإيراد يتم التسجيل. فقدرتنا على المقارنة في أداء الحكومة ككل، وقدرتنا على كذلك تقييم أو قياس الأداء على مستوى الجهة وعلى مستوى حتى المشروع والبند سيكون قطعا هو الأفضل ضمن الحقيقة التحول للاستحقاق. هذا جانب. جانب المفاضلة كذلك في قدرتنا على تقييم المشاريع، هذا على مستوى المشروع، عندما تكون الفرص متعددة لاتخاذ قرار يتم الإنفاق في مشروع ألف أم باء أم جيم. الحقيقة البيانات التاريخية أولا إذا كانت مسجلة بناء على الاستحقاق، والمعلومات الحالية الحاضرة في المفاضلة بين المشاريع كما هو معمول فيه في المنشآت في القطاع الخاص، سيساعد كذلك أداة التسجيل على أساس الاستحقاق، سيساعدنا كثيرا في إجراء المفاضلة الصريحة بكل الطرق الممكنة. إن رغبنا خصم التدفقات النقدية للمستقبل إلى الحاضر، إن رغبنا في المقارنة مع استثمارات مشابهة وهكذا. وقدرتنا كذلك على مقارنة أداء المملكة العربية السعودية، كما هو معلوم الآن في مؤشرات دولية كثيرة كلنا نطلع عليها يوما بعد يوم، قدرتنا كذلك على المقارنة بيننا وبين دول أخرى سيكون مواتيا. أما أساس النقدي الحقيقة هو قاصر تماما في القدرة على قياس الأداء. أعود كذلك إلى موضوع آخر يتعلق بأداء المنشأة بأفرادها وليس فقط بها ككيان متكامل. طيب نرجع للنقطة هذه كذلك. عفوا المقاطعة، لكن بنرجع للموظفين في نقطة لاحقة. الآن بنتقل للدكتور أحمد المغامس، وهو سؤال يعني ورد لنا كثيرا. يعني أحد أهداف المعايير الدولية للمحاسبة القطاع العام هو عمل مقاربة بين القوائم والتقارير المالية في القطاع الخاص مع القطاع العام، وذلك حيث يعني أن المعايير الدولية الإبسس هي بنيت بناء على معايير الآيفارس والآيس، وذلك تجعلها أن تكون التقارير المالية والمعالجات المحاسبية في القطاعات العامة مشابهة قدر الإمكان للقطاع الخاص، وكذلك وفق المعايير الدولية للقطاع العام ستنتج هذه الجهات الحكومية وجهات القطاع العام قوائم مالية مثلها مثل القطاع الخاص، قائمة مركز مالي، قائمة الدخل، قائمة اتفاقات نقدية، قائمات لم نكن متعودين عليها في القطاعات الحكومية أو العامة. السؤال اللي حقيقة وردنا من عدد من المهتمين هو ما هي الحاجة لأن يتم التوائم أو عمل موائمة بين المحاسبة والتقارير المالية في القطاع العام مع القطاع الخاص، لا سيما أن الهدف الأبرز في القطاع الخاص هو تحقيق الربح، بينما في القطاع العام لا يهدف إلى تحقيق الربح، بالتالي قد تكون القوائم والتقارير المالية تختلف بين القطاعين.
كذلك هناك ودنا يعني نسأل أو جتنا أسئلة، ما هي المكتسبات والأهداف من هذه المواءمة بين المعايير في كلا القطاعين؟ بداية شكرا لكم على الاستضافة وشكرا للكلية والجامعة. حقيقة مثل ما ذكر سبقون الزملاء بأهمية التحول من المعايير، من نقول إجراءات التسجيل وأيضا القياس السابقة المبنية على أساس النقدي إلى التحول على أساس استحقاق. من أهم النقاط الأساسية هي لضبط يعني وحفظ الأصول وقياس الأداء، مثل ما ذكر معالي الأستاذ أبو نواف ليج البريح قضية قياس أداء الجهات الحكومية. حقيقة كما تعلمون هناك ثلاثة أنواع من المعايير المطبقة الآن بشكل في العالم. عندنا معايير المحاسبة التجارية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولي، وكذلك عندنا معايير للمنظمات غير الهادفة للربح. أيضا هذه منظمات غير هادفة للربح تتعامل بالأموال ولديها أصول، لابد من التأكد من ضبط الجودة والتأكد من إمكانيات قياس الأداء. كذلك عندنا الآن حاليا هي معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق اللي تستخدم في القطاع العام، عندنا نقول هي القطاعات الحكومية. الثلاثة جهات لابد لها من معايير تقيس الأداء. الاختلافات البسيطة فيها مثلا معايير المحاسبة التجارية، يعني مثل ما ذكرت هي شركات الهدف من إنشائها اللي هو لزيادة أو لزيادة الأرباح أو لتحقيق الأرباح، لكن في نهاية الأمر هم أيضا لقياس جودة أداء المنشأة. أداء المنشأة لا يمكن قياسه فقط من خلال الأرباح اللي تحققت، وإنما يمكن قياسه من خلال مؤشرات الأداء، وهذا اللي تبغاه الدولة صراحة. كثير من القطاعات الحكومية تحتاج لقياس أدائها، لقياس ما استلمته من إيرادات أو أموال، كيف أنفقتها، كيف صرفت، هل تحققت الأهداف المرجوة من هذا الصرف. فقضية يعني هل هناك فروقات؟ نعم هناك فروقات، لكن الأساس واحد. حتى المعايير المحاسبة التجارية هناك تشابه كبير مع المعايير المحاسبة مبنية على أساس الاستحقاق الإبساس. حقيقة الإبساس هو مبني على المعايير التجارية الآيفرس، فلا يوجد فيها اختلافات كثيرة، وإنما قد توجد بعض الاختلافات ذات العلاقة بالدول. بعض الدول قد تتبنى المعايير الإبساس كما هي، المملكة حرصت أنها تتبنى كما هي، مع وجود بعض الحالات التي تحتاج إما إضافة أو تعديل بسيط لتناسب وضع المملكة أو وضع الجهات في المملكة. أنا صراحة كنت في الماضي أرى أن معايير المحاسبة الأبساس قد لا حاجة لها كمعايير بالكامل، لكن بعد ما شاركنا في الفريق الذي أعد المعايير تبين لنا الحاجة أننا نستخدم أو نطبق جميع معايير الأبساس، حتى وإن كان بعض المعايير لا يطبق في المملكة، مثل معيار يعني المعايير ذات علاقة بالاقتصاديات، يعني الأسعار فيها جدا عالية. فحنا نقول نحن صراحة في الهيئة سعداء يكون لدينا معايير محاسبة في المملكة. هدفنا يعني أنا بنقل الكرة لكم، ونقول المساءلة الآن على القطاع التعليمي، يجب أن يكون القطاع التعليمي مساعد. طيب نبي نجي لعيد السؤال. يعني أزيد على ما ذكر الأستاذ عبد العزيز القريح على موضوع المساءلة، قياس الجودة، ضبط الأصول، الحفاظ على أصول الدولة. هذا من أهم النقاط الأساسية لوجود معايير محاسبة مبنية على أساس استحقاق. معايير محاسبة على أساس استحقاق تبين ما للدولة وما عليها، ما دفعت وما استلمت من إنتاجيات الجهات الحكومية. إن شاء الله بإذن الله سيكون نتائج هذا تطبيق المعايير قريبا بإذن الله ستتبين لكثير من صناع القرار في الأجهزة الحكومية وأيضا لدى الجهات الدولية. طيب
جزاك الله خير دكتور أحمد، ولي عودة لك. معالي الأستاذ عبد العزيز الفريح، هل أطلعتنا على المراحل المنجزة في هذا المشروع؟ كذلك نعلم أن بعض الجهات الحكومية قد طبقت هذه المعايير بشكل تجريبي، كيف كانت التجربة؟ كذلك وردتنا أسئلة من بعض الجهات أو المسؤولين بالجهات الحكومية، متى سيتم تطبيق هذه المعايير في السائر أو بالمملكة بشكل عام، وهل ستطبق على مراحل؟ ودنا نسمع منك. أبشر. هو بالنسبة طبعا لخطة العمل، يعني هذا مشروع وطني كبير، والحقيقة هو يعني لعلي أسمي برنامج بدل ما نقول مشروع، هو بدأ ليستمر ولم يبدأ لكي ينتهي في مدة معينة ثم ننتقل إلى مشروع آخر، وبالتالي بحكم استراتيجيته الحقيقة استثمرنا كثير من الوقت قبل أن نبدأ الحقيقة بالفعل في الدراسة اللي نتج عنها يعني مخرجات معينة أذكرها لاحقا. فاطلعنا على تجارب الآخرين، يعني اطلعنا على تجارب دول متعددة نجحت تماما في تحقيق الحقيقة التحول الاستحقاق بكافة أبعاده، واطلعنا كذلك على تجارب دول اختارت جزء من التحول ولم تطبق كافة جوانبه، واطلعنا كذلك على يعني تجارب دول طبقت الآيفارس بطريقة معينة، ولعلنا نجد إن شاء الله فرصة لاحقة لنشرح لماذا الأبسس تحديدا مقارنة بالآيفارس، والسبب الحقيقة مرتبط بأنك تعمل في قطاع حكومي، الآيفارس قد يكون أصلا الإطار العام لها، وفلسفة إعدادها هي بنيت وصممت لتخدم الحقيقة منشآت هادفة للربح بشكل عام، وبالتالي الأبسس نعتقد هو الأفضل فيما يتعلق بالتطبيق لدى الحكومة. قسمنا البرنامج إلى عدة مراحل، يعني بدينا بالمرحلة الأولى وكانت هذه الحقيقة من أهم المراحل، قضينا فيها وقت جيد ولم ننطلق منها إلى التالية إلا بعد ما اطمأننا أنه صار عندنا علم بين على الوضع القائم لدى الجهات الحكومية، أسلوب العمل القائم، مستوى الوعي والفهم لأساس الاستحقاق، كيفية استخدام البيانات في كافة الجهات الحكومية كأداة للمحاسبة والمساءلة وقياس الأداء، وكذلك قيمنا يعني أو حددنا عدد من الفجوات، شيء مرتبط بالإطار العام في السياسات المحاسبية، الموارد البشرية، الإجراءات، البنية التحتية، لأن كلها هذه الفجوات لابد من تحديدها لأنه لابد من التغلب عليها لاحقا. بعدين انتقلنا للمرحلة الثانية، في المرحلة الثانية وهي تعد الحقيقة حلقة الربط بين الفجوات التي تم تحديدها وما يجب التغلب عليه، لننتقل إلى المرحلة الأخيرة في التطبيق، وهي الحقيقة اللي تم فيها تصميم وبناء المتطلبات الأساسية. ما هي المتطلبات الأساسية؟ لا يمكن أن ننطلق لسياسات محاسبية إلا ويوجد لدينا إطار عام، أهداف ومفاهيم أو هكذا تسمى طبعا في المهنة، وبالتالي أصبح عندنا مرجعية وهي معايير الأبسس، فأخذنا المعايير وشكلنا لجنة فنية كان من ضمن أعضائها أخي وزميلي الدكتور أحمد، والحقيقة مجموعة يعني ذات قدرة عالية فنية واستراتيجية ساعدونا كثير في الأصول لمجموعة المعايير وتم اعتمادها من اللجنة المالية في الديوان الملكي. كذلك قمنا، وأنا أعتبر هذا الحقيقة إنجاز كبير لم نشهده في كافة التجارب الدولية اللي اطلعنا عليها، سعينا إلى إعداد السياسات المحاسبية بناء على الفجوات اللي اطلعنا عليها، فأصبح عندنا دليل كامل مستمد من معايير اللي اعتمدت وهي السياسات المحاسبية التي يجب تطبيقها، بل وأضفنا إليها أمثلة توضيحية ساعدونا كثير الجهات الحكومية. الحقيقة اخترنا ما يسمى بمجموعات التركيز، مجموعات كبيرة من الجهات الحكومية من لهم الحقيقة فهم في الجانبين، المحاسبة الحكومية وكذلك
التحول استحقاق، وأعددنا هذه السياسات وإرشادات معها، وتوجنا ذلك وهذا هو الأهم بدليل حسابات موحد. اليوم عندنا دليل حسابات موحد سيستخدم وأستخدم في جانب المحاكاة الذي سأحكي عنه لاحقا، وكذلك عدينا دليل لحصر وتقييم الأصول والالتزامات في الجهات الحكومية، طورنا هيكل تنظيمي إرشادي إلى آخره. انتهت المرحلة الأولى الآن والثانية، الآن بدأنا والله الحمد منذ مدة المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي التحول الحقيقي، بما في ذلك البنية التحتية أو نظام الموارد نسميه إحنا الموحد الـ UGRB، هذا الذي سيسع متطلبات التسجيل بناء على أساس الاستحقاق باستخدام السياسات المحاسبية المعتمدة وكذلك طبعا دليل الحسابات. وعندنا الحقيقة مبادرات متعددة تتعلق برفع المعرفة والفهم في التسجيل وإعداد القوائم المالية وتحليلها إلى آخره. أعتقد دكتور خالد سألتني عن المحاكاة، فترغب أني أحكي فيها الآن أو لاحقا؟ إلا والله تفضل. أبشر، بس عشان ما تقطعني كذا وأنا متحمس بالحيل. المحاكاة مرة أخرى، يعني أنا الحقيقة سعيدا وفخور بزملائي، وأحبت الحقيقة أشيد فيهم بسرعة في هذا اللقاء. هؤلاء من الزملاء والزميلات مواطنين مثلنا الحقيقة ذوي معرفة كبيرة، بل بعضهم متدربين ومتدربات، لكن ارتفعوا في قدرتهم الحقيقة بأكثر مما كنا نتوقع. الحقيقة كان لهم إنجازات كبيرة ليس أقلها إنهاء المعايير والسياسات وكذلك الإرشادات وتصميم الدليل بمساعدة من أحد الاستشاريين كذلك، لكن الحقيقة إنجازات يعني رائعة، أنا والله فخور فيها كمسؤول عن هذا البرنامج، وسأظل فخور فيها لأن الإنجازات متتالية. وأحدها واللي ما وجدناه في كل التجارب اللي اطلعنا عليها في العالم الغربي والعالم الآسيوي كذلك عموما، لم نجد هذا تم. اتخذنا قرار من بداية إعداد البرنامج أنه لابد من وسيلة لتدريب كل من يحتاج تدريب للانتقال من المعرفة المتعلق بالأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق. وبدأنا نفكر ما هي أنجع وسيلة، ما هي أكثرها فعالية. لا نرغب أن تكون التدريب تدريب تقليدي في يعني الطريقة المعتادة، نرغب أن تكون الحقيقة فعلية. فاتجهنا إلى ما بدأنا اسمه المحاكاة. طبعا كانت توقعاتنا عند مستوى معين في ماذا يمكن أن يحقق هذا برنامج المحاكاة، وبالفعل طورنا سلسلة من المتطلبات المتعلقة بتدريب من يرغب الحقيقة أن يقوم بالتسجيل من الجهات الحكومية، وأسسنا لها سجلات ولدينا طبعا السياسات المحاسبية، وانطلقنا باتفاق بين 4 جهات هي وزارة الاتصالات مشكورين، وكذلك الصحة والبيئة، وكذلك وزارة المالية، شاركوا معنا في التحول للاستحقاق من خلال قناة المحاكاة. ما هو المقصود؟ المقصود أن كل عملية سجلت بناء على الأساس النقدي تتحول كما لو أنها سجلت بناء على أساس الاستحقاق بكافة المتطلبات، بل وضعنا قاعدة أن التسجيل يجب أن يتم بصورة عندما يأتي المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية لا يجد أي ملاحظة. هكذا وضعنا الهدف، والحمد لله استطعنا في تلك الجهات أن نسجل ما كان في عام 2019، أن نسجل ما كان قد سجل على الأساس النقدي. بعدين انتقلنا مباشرة وأخذنا كل عملية قبل أن تصبح على أساس النقدي، حولناها أو ودأناها بأساس استحقاق، وعند السداد أو عند التحصيل طبعا تدخل إلى السجلات على الأساس النقدي، بل وأعدت القوائم المالية وإن كانت قاصرة لأننا لم نبدأ بالأرصدة الافتتاحية. هذا مشروع في حد ذاته جزء مهم من البرنامج بس لم نبدأه. فاليوم الحقيقة يعني وأنا سعيد جدا أننا وصلنا لهذا المستهدف الذي لم يكن من ضمن الخطة الأساسية لمشروع المحاكاة، بل كانت قناة للتدريب حتى من خلال الأنظمة. فأنا سعيد جدا أننا الحقيقة وصلنا إلى هذا المستوى من الثقة،
ومن المعرفة ومن الفهم، ونرى تماما أمامنا إن شاء الله الهدف سيتحقق بإذن الله في الوقت الذي قدر له في البرنامج. شكرا. دكتور سالم، ودنا لو نسألك برأيكم ما هي الفرص المرجوة من تطبيق هذه المعايير، وأنا أقصد على مستوى الجهات وكذلك على مستوى الأشخاص. طبعا أود أن أكد على نقطة مهمة جدا، أنه الاقتصاد السعودي يقوم بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، فأغلب الدراسات الحديثة في معايير الأبسس أكدت أن هناك فوائد كثيرة مرجوة من تحول أساس الاستحقاق أو تطبيق المعايير الدولية في القطاع العام، رغم من وجود بعض المخاوف البسيطة في الدول النامية. طبعا تطبيق أو التحول أساس الاستحقاق وتطبيق معايير الأبسس ما في شك له فوائد كثيرة جدا على صعيد الاقتصاد في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الجهات الحكومية. طبعا احنا نعرف أن المملكة العربية الآن السعودية عندها توجه، يعني هذا نستنبطه، أنها عندها توجه في خصخصة بعض القطاعات على سبيل المثال، سواء القطاع الصحي أو قطاع التعليم في المملكة. هذه القطاعات لا يمكن خصخصتها إذا ما كان هناك معايير مهنية، معايير محاسبة تدعم هذا التحول أو التحول أو الخصخصة. أيضا المملكة العربية السعودية الآن تقوم بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تطبيق المعايير الأبسس هو جزء من هذه الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية. طبعا إحنا يعني كلنا نعرف أن هذا مو توجه المملكة فقط، لا، هذا توجه دولي في جميع دول العالم. يعني أوروبا طبقت معايير الأبسس من عام 2015، الآن في على الصعيد العربي الآن دولة الإمارات كما ذكرت أنه من خلال 2020 سوف ينتهون بشكل كامل من البرنامج. هناك دول أفريقية يعني تنزانيا انتهت بشكل من تطبيق التطبيق معايير الأبسس. ليس هو معضلة، بل بالعكس، يعني هناك صراحة جهود كبيرة تبذلها الدولة ممثلة في وزارة المالية للانتهاء من هذا المشروع. طبعا ذكرت أيضا أنه يعني حيكون هناك بمشيئة الله يعني شفافية ونزاهة في التقارير التي تصدرها الجهات الحكومية. يعني الآن نزاهة مثلا تقوم على عملية التبليغ، لما يكون أنا عندي قوائم مالية، نعرف المعايير الأبسس سوف يكون هناك قوائم مالية للجهات الحكومية كلها تصب في قائمة للدولة، تشمل قائمة المركز المالي، قائمة الأداء المالي، طبعا في القطاع الخاص نسمونها قائمة الدخل، هيكون عندنا قائمة التدفقات النقدية، وأيضا التغير في الحقوق أو حقوق المساهمين كما يقال لها في معايير الأبسس عن معايير الأفارس. حيكون في مقارنة، أنا أستطيع أني أكون في عندي مقارنة بين الجهات الحكومية لما نعمل لما يكون عندهم قوائم مالية. هذا حيدعم الاستثمار الأجنبي، أنا كمستثمر أجنبي يهم الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي، فبالتالي أنا ما أقدر أحكم على الاستقرار الاقتصادي إذا أنتم ما عندكم معلومات مالية. إذا معايير الأبسس سوف توفر لي معلومات مالية، وبالتالي حتدعم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. أيضا كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية، وهذه طبعا جدا ومن أهم الأمور التي يركز عليها الديوان العام للمحاسبة. معايير الأبسس سوف يعني تساعد في كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية عندما نطبق أو نتحول من أساس النقد إلى أساس الاستحقاق أو تطبيق معايير الأبسس. حيكون عندنا حوكمة، طبعا يكون هناك رقابة، أكثر رقابة داخلية خارجية من خلال مجموعة من البيانات المالية التي سوف تتاح لي. حيكون في إبداع مهني، وإحنا نعرف يعني ما يوجد أي إبداعات داخل الجهات الحكومية بسبب النظام المحاسب الحالي الضعيف، لكن لما يكون عندنا معايير دولية هذا حيفتح المجال للإبداع المهني. أيضا أنا كما سبق حيكون النقطة، وعفوا المقاطعة، لكن الوقت نتكلم عن الإبداع المهني. ودي لو أسأل الدكتور أحمد عن ما هو دور الهيئة السعودية المحاسبين القانونيين في نجاح تطبيق هذه المعايير. نعلم أن
هذا المشروع قد أوكل لوزارة المالية، إلا أن بد أن نسمع عن دور الهيئة، لا سيما أنها تقوم بعقد دورات خاصة بالمحاسبة الحكومية، مشكورة في ذلك. وهل لديكم دورات حالية تعريفية بهذه المعايير؟ هل لديكم مشاريع لدعم المحاسب والمحاسبة السعوديين في هذا المجال؟ كذلك لو تعذرنا، يلاحظ أن كثير من الزيارات أو الدورات تعقد في المدن الرئيسية. المملكة ليست الرياض وجدة والدمام، هنالك محاسبون في تبوك وفي عرعر، وهذول لهم حق. هل لديكم خطط للوصول إلى هذه الفئة؟ كذلك هل لديكم منشورات أو كتب؟ هل تعملون على أبحاث؟ سمعتكم قبل مرة تذكرونكم ستدعمون الكتب المحاسبة الحكومية، هل رأت هذه المبادرة النور؟ هل لديكم خطط لدعم هذه البحوث والنشر والإنتاج العلمي وعلى المحاسبة بشكل عام، كافة فروع المحاسبة؟ وهذا دور الهيئة، يعني وضع على عاتقها تطوير والرقي بمهنة المحاسبة والمراجعة. أخيرا، ما هي خططكم لدعم المحاسب القانوني السعودي للمشاركة في هذا المشروع الوطني؟ طيب، شكرا أخوي خالد. بالفعل يعني لو تنظر إلى مشروع جبار زي هذا يحتاج ثلاث نقاط أساسية أو ثلاثة أركان أساسية. الركن الأول هو تجهيز الأنظمة وتجهيز البشر، الأنظمة الإلكترونية وتجهيز بالنسبة لتجهيز الأنظمة أعتقد أن وزارة المالية والجهات الحكومية يعملون على تجهيز الأنظمة الإلكترونية. أما تجهيز البشر الذين يعملون على هذه الأجهزة وفهمهم للمعايير، فالدور يكون على بداية على الجامعات السعودية أو الجامعات أو التعليم العام التعليم الجامعي، ومن ثم يكون على الدور الثاني على الهيئات المهنية، هيئة المحاسبين أو هيئة أو جمعية المراجعين أو أي هيئة مهنية تؤهل الشباب حديث يعني تخريج لسه متخرجين أو حديثي خريج الجامعات حديثا. بالنسبة للدور الهيئة حقيقة هو دور متكامل مع وزارة المالية، هناك تواصل كبير بيننا وبين وزارة المالية على ما يسمى إنشاء شهادة مهنية في الأيبساس، يعني يكون متخصص في الأيبساس، وهذه الشهادة ستتيح لحاملها فرص وظيفية، ترقي وخلافه. سيكون هناك دعم من وزارة المالية من خلال وزارة الموارد البشرية، وهذا اللي فهمنا من الزملاء اللي كنا نناقشهم على موضوع الشهادة وأهميتها. بالنسبة لي يسبق الحصول على الشهادة المهنية في الأيبساس هو الدورات التدريبية التأهيلية. الهيئة ستعد الحقائب التدريبية للتدريب على معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وذلك لمن يرغب الاستفادة والاستزادة من معرفة حول هذا الموضوع. ومن أراد أيضا الحصول على شهادة مهنية، كما تعلمون هناك شهادات مهنية في الأبساس في خارج المملكة، ولكن للأسف معظمها يتم عن طريق الأونلاين، وهذا الهيئة لا تحب أن تكون الاختبارات المهنية أونلاين نظرا لفقدان عملية الرقابة على الممتحن أو المختبر. الهيئة بالنسبة لموضوع الكتب والأبحاث، نعم هناك نقص شديد في كتب خاصة في أو تتطرق لموضوع الأيبساس أو معايير المحاسبة للمنظمات العامة. لا يوجد كتاب حتى لا حسب علمي كتب باللغة الإنجليزية أو كتب باللغة العربية تتطرق لهذا الموضوع. والهيئة من هذا المنبر يعني ستخصص من أراد من أساتذة الجامعات أو من داخل المملكة أو من خارج المملكة أن تتبنى مشروع الكتاب العربي في معايير المحاسبة للمنظمات العامة، التي على الأقل أن يكون يعني ينفع الجامعات في تدريس هذه المادة. كما تعلمون لا زالت جامعات المملكة كلها تدرس المحاسبة الحكومية المبنية على الأساس النقدي، والآن نحن حقيقة سنواجه قريبا بعد ما يبدأ التطبيق الفعلي
المعايير في جميع الأجهزة الدولة سيكون هناك نقص شديد، لكن الحمد لله وزارة المالية تنبهت لهذا الأمر وأوجدت برامج تدريبية تأهيلية لإعادة التأهيل مثل برنامج المحاكاة. برنامج المحاكاة سيكون نقلة نوعية ستغير من طرق التدريب التي تستخدمها الجهات المهنية مثل هيئة المحاسبين وغيرها، ونأمل إن شاء الله أن يكون للهيئة أيضا برامج يعني توعوية حول هذا الموضوع. بالنسبة للجامعات أيضا مثل ما تذكر إحنا ندرس زمالة الهيئة وأحد عناصر اختبار الزمالة هي المحاسبة، المحاسبة المالية من ضمنها المحاسبة الحكومية. ننتظر إحنا فقط أن يكون هناك تطبيق يعني الفعلي للمعايير حتى يتم تغيير المادة العلمية التدريبية الموجودة في اختبار الزمالة، تتحول من المحاسبة الحكومية الحالية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق حسب معايير المحاسبة الحكومية الصادرة من وزارة المالية. نحن وزارة المالية ولله الحمد هناك قناة مفتوحة وبقوة، شاركنا معهم في الإعداد، شاركنا معهم في ورش العمل، نشارك معهم بإذن الله في المستقبل في التأكد من نجاح التجربة. كما كنت أقول دائما أن معايير المحاسبة الكل يستطيع أن يعد معايير أو يترجم المعايير أو يحولها للبيئة التي تصلح له، ولكن أكبر عائق سيكون أو أكبر عامل للنجاح هذه المعايير هو العنصر البشري الذي سيطبق وينفذ هذه المعايير على أرض الواقع. ووزارة المالية وهيئة المحاسبين لم تقبل هذا الجانب، ونحن نكرر دعوتنا للجامعات بالبدء بإعداد الطلبة معرفيا على معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق. هناك استفادة يمكن الاستفادة الآن من الكتب اللي ترجمتها هيئة المحاسبين في معايير المحاسبة المالية والمتوسطة والأدفانس أو المتقدمة، نظرا لأن كثير من المعايير الأبساس أو كلها مبنية على المعايير التجارية، ففي فرصة أن يكون هناك تخريج طلبة خلال 3 إلى 4 سنوات القادمة لديهم المعرفة الكافية في معايير المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق لاستخدامها في القطاع العام. سنعمل إن شاء الله قريبا على إصدار الأبساس، شهادة الأبساس المهنية من قبل الهيئة السعودية. الدورات التدريبية الحمد لله قطعنا شوط كبير وفي مع وزارة المالية على أننا نعد الحقائب التدريبية، ولا يكون فقط التدريب من خلال الهيئة، الهيئة سيكون ضامن لجودة المادة التدريبية، ويمكن أن يتم التدريب من خلال جهات أخرى غير الهيئة السعودية من الجهات يعني خلنا نقول جهات ذات موثوقية عالية، قد تكون يعني الكليات أو أقسام في الجامعات أو أيضا معاهد مهنية معروفة. هذه الأفكار الآن الحمد لله ندرسها بشكل متعمق مع الزملاء في وزارة المالية. جزاكم الله خير سعادة الدكتور، وحقيقة قصة أو تجربة المحاكاة كانت تجربة ثرية وجميلة، وذكرتني بتجربة منظمة الصحة العالمية حيث اتجهت عندما طبقت هذه المعايير إلى أن جعلت موظفيها هم من يطبقون هذه المعايير ويتعلمون من أخطائهم، فكان ناتج أو نتاج ذلك أنهم كانوا متمكنين في هذه المعايير، وهو أفضل من يعني الاستعانة باستشاريين خارجيين مما يعني يجعل موظفي الجهة أو موظفي الجهات غير قادرين أو غير مستوعبين لهذه المعايير. وسؤالي لمعالي الأستاذ عبد العزيز الخريح، أن كما ذكرتم أن معايير المحاسبة وتطبيقها ليس تطبيق في يوم واحد، بل هي رحلة عمر وتحتاج إلى تطوير مستمر وتعليم دائم، وكذلك كما تفضل به الدكتور أحمد المغامس والدكتور سالم جزاهم الله خير. هل هناك من ضمن مشروع
المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، هل هنالك يعني مبادرات لدعم وتطوير مناهج المحاسبة في الجامعات والكليات والمعاهد السعودية؟ هل هنالك مشاريع ستكون أو مبادرات دائمة للبحوث والتطوير المستمر في هذه المبادرات بما يتواءم ويتوافق مع حاجة المملكة العربية السعودية؟ شكرا دكتور، أعتقد يعني سؤال جدا مهم لكي نكمل الصورة يعني لما يتعلق بما صممناه وبدأنا تطبيقه، وسنستمر إن شاء الله كما ذكرت في تطبيقه، لأنه برنامج بدأ ليبقى وليس مشروعا بدأ لينتهي. أنا ودي الحقيقة أقسم هالسؤال إلى جزئين، وأبدأ بالجزء الثاني قبل الأول في معرض سؤالك، وهو المتعلق بالديمومة. هل هناك مبادرات لضمان ديمومة الوعي والمعرفة؟ الجواب نعم. ومن سلسلة الحوكمة التي أنشأناها ولله الحمد في هذا البرنامج، أنشأنا لجنة تتعلق بالاستمرار في مراجعة المعايير وأي تعديلات حولها، أو حتى أي تحديات أو أمور قد تنشأ عند التطبيق لاحقا في السنوات القادمة. وهذه اللجنة هي لجنة المعايير، وفيها أعضاء من داخل المنظومة الحكومية وخارجها كذلك، والهدف منها الاستمرار في تعظيم المعايير وملائمتها، وإن كنا سنظل في الإطار العام لأبسس، لكن لابد لنا الحقيقة أن نضع حوكمة لكل ما قد يستجد في هذا المجال لدراسته. كذلك عندنا مبادرة أخرى ولجنة أخرى تتعلق بالتدريب المستمر. لك أن تتخيل أن هذه الحكومة بإداراتها المالية وأعدادها الكبيرة فيها تجدد، ليس فقط من ناحية الأعداد ومن سينضم إليهم لاحقا ومن سيترك العمل أو ينتقل إلى إدارة أخرى، ولكن في تجدد في المعرفة. ولعلي هنا أذكر كما ذكرت قبل قليل أن التحول للاستحقاق ليس هدف في حد ذاته، هو وسيلة، هو أداة، هو ممكن. نحن ما نرغب أن نحققه، وهذا أحد التحديات حقيقة في إدارة التغيير لدى الجهات الحكومية، ستوفر هذه أو سيوفر السجلات المحاسبية المبنية على الاستحقاق كمية هائلة من البيانات لا نرغب أن يكون مصيرها الحقيقة إلى عدم الاستخدام، بل نرغب أن نعظم الاستخدام في القدرة على إدارة المركز المالي للحكومة ككل الموحد للحكومة بكافة جهاتها، وعلى مستوى الجهة وعلى مستوى القطاع وعلى مستوى الإدارة داخل الجهة. وبالتالي اليو جي آر بي أو نظام الموارد الحكومية الموحد الذي بدأناه قبل أشهر، من أحد أساسيات بنائه هو مستودع البيانات. فلكي نستمر في تعظيم الفائدة في تحقيق المطلوب من التحول الاستحقاق، وضعنا كذلك برامج تدريبية، بل خلقنا منصة الآن بوابة إلكترونية تضم الحقيقة مواد تدريبية. يعني نعم، كما يعني سعادة ذكرت في معرض سؤالك للدكتور أحمد، أن المملكة ليست الرياض وجدة فقط ولا الدمام، المملكة كل شبر وكل فرد فيها، وبالتالي جعلنا هذه المنصة متاحة وفق طبعا صلاحيات معينة للجميع، من يعمل في الجهات الحكومية في شرورة أو يعمل في الرياض أو يعمل في الدمام سيتاح له الوصول لهذه المنصة، وفيها الحقيقة يعني كمية كبيرة من مواد التدريبية ومن البيانات ومن كذلك المعايير والسياسات إلى آخر. الجزء الأول من سؤالك الحقيقة أرد السؤال لكم في الجامعة الإلكترونية وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد وكل الجامعات. الحقيقة حنا نتوقع وبيننا وبينكم سيكون إن شاء الله تواصل لاحق، هذه من إحدى الركائز وأحدى المعالم في هذا البرنامج، أرجعناها إلى فترة إن شاء الله قادمة قبل نهاية هذا العام. لابد أن يكون لكافة الجامعات الحقيقة مبادرات من ذاتهم لتمكين من يتخرج من هذه الجامعات ومن يرغب طبعا
ارتباط بعمل حكومي أن يكون مؤهل. وكما ذكر الدكتور أحمد، فعلا استثمرنا في منصة المحاكاة ولدينا استعداد كامل أن نتيحها لمن يرغب ونطورها، لأنها هي بداية الطريق وليس نهايته. فنحن نتوقع من كافة الحقيقة الجامعات أن تعيد النظر في مناهجها لتشمل ما يتعلق بالتحول لاستحقاق بناء على الإبسس في الجهات الحكومية، وليس فقط الحقيقة الجانب الفني فيه، ولكن كيف نعظم الاستخدام للبيانات الناتجة من السجلات المحاسبية عندما يكون هناك تحول كامل للاستحقاق. جزاكم الله خير، والوقت مضى سريعا، ولكن يعني مع قامات وهامات مثلكم العلم لا ينتهي، لكن لكل بداية نهاية. ونختم هذا اللقاء بوعد منكم إن شاء الله بزيارات ولقاءات قادمة، وحقيقة نشكر لكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان على تفضلكم وتكرمكم بأن تتيحوا هذه الفرصة لنا ولطلابنا في الجامعة وطلاب الجامعات السعودية وللمجتمع كله. تصلني الرسائل من تبوك ومن القصيم ومن مناطق المملكة كلها، موضوع شيق ونقلة مهمة وحدث محاسبي عظيم. أنتم تعملون في ثغر من ثغور الوطن، فجزاكم الله خيرا، وأنتم تصنعون حقيقة التاريخ المحاسبي، أنتم تصنعون النقلة المحاسبية الكبرى في المحاسبة الحكومية في المملكة العربية السعودية. ونحن بلا صالة عن نفسي ونيابة عن زملائي نثق بأنكم إن شاء الله ستكللون جهودكم بثمرة التطبيق الناجح لهذه المعايير الدولية في المحاسبة للقطاع العام. أكرر شكري لكم، وإن شاء الله نراكم ونلتقي بكم بعد زوال هذه الجائحة. وشكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لمن حضر واهتم وشجع وآزر لقيام هذه الندوة أو هذا اللقاء. فشكرا جزيلا لكم، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا للجميع. شكرا لكم. مع السلامة.